طاقم مسكين افضل انجازنا وهذا الموسم. ونحن في نهايه الموسم على العين، هذه اول المناسبات بالنسبه لمجموعه الابطال، بينما هذا بطل الفلبيني الذي يتحدى الجميع، يتحدى المدرسه الصينيه وايضا الكازاخيه، ولا زال يرتقي ويحفز فوق الجميع ليصبح في المركز الاول بخمس امتار 71 سنتيمتر. البطل الفلبيني جون اوبينيا، اذا حضور قوي.